السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الأركيكاد بيجي جواه إيكو ديزاين بحيث إن هو يقدم لي الحياة والأفكار في مجال الاستدامة. من ديزاين بقوله إنرجي إيفالويشن، واختار إنرجي موديل ريفيو، وبيبقى هنا عندي السيرمال بلوك، وممكن هنا حاجة خاصة بيه الاستراكشر وحاجات خاصة بيه الأوبننج، بحيث تقدر تعمل سيلكت عليها وتقدر إن أنت تشوفها في ال 3D بالشكل دوت. وممكن اجي من هنا واقول له ان انا عايز اشوف الـ environment setting، فبيبدأ يقول لي اللوكيشن. تقدر تقول له انا عايز اختار اللوكيشن، البروجكت نيم، خطوط طول العرض بتاعتي، التايم زون، وهكذا. وتقدر تختار الزاوية بتاعت الشمال زي ما انت عايز، الجريد ليفل، الاوفست ديستنس، وممكن هنا اشوف بقى ايه الويند بروتكشن بالشكل دوت من كل اتجاه من الاتجاهات. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اشوف الكلاينت داتا، فبيبدأ يعرضها لي بالشكل دوت. ممكن تقول له داونلود فروم الاستروفيت كلاينت سيرفر، او انا عايز استخدم الاشلي لو انت عندك الملفات بتاعه الاشلي. وهنا ده انا عايز مثلا الحاجات الخاصه بالدراي، او عايز الحاجات الخاصة بي الموستي. تبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تشوفها، وهنا مش بس بيوريك الاير تمبريتشر، ممكن تقول له انا عايز حاجات خاصة بالسولار فيبدأ يوريها لك، بالويند سبيد فيبدأ يوريها لك. انا عايز اشوفها بأي شكل من الاشكال، بالشهر او بالويك او باليوم او عدد ساعات معينة، ويند روزر بالشكل دوت. ففي اكتر من طريقة عشان تعرض المعلومات الداتا بتاعت المناخ اللي في المنطقة ديت. وبعد كده لو جيت هنا وقلت مثلا عايز البيلدينج سيستم، فيبدأ يعرضهم لك، وتقدر تضيف بيلدينج سيستم جديد، وتقدر تشوف المعلومات الخاصة بالهيتنج اند كولينج والديستركت هيتنج. ممكن تقول له building source factor، فيبدأ يجيب لك كل source زي ال wood، زي ال sea soil، ال primary energy بتاعهم قد ايه، و CO2 بتاعهم قد ايه، عشان دي ممكن تخش معانا في الحسابات. ال energy cost يبدأ يجيبهم لي، وال price تقدر تعدل فيهم وشوف هتخليهم بأني عملة تبقى موجودة. طيب لو انت بقى رجعت تاني للمشروع بتاعك وقلت له من الديزاين، قلت له انا عايز الانرجي ايفالويشن والانفيرمنت سيتنج، فهتلاقي نفس الشاشه اللي كنا شفناها. ممكن تقول له بقى ديزاين، تقول له انرجي، وتقول له اوبريشن بروفايل، فيبدا بقى يجيب لك بقى الاريا، يجيب لك لو هي كافيتيريا كل اريا ممكن تتعامل معاها ازاي، وكل واحدة من دول ليها الداتا تقدر تضيف عليها وتعدل فيها زي ما انت عايز.